اول حاجه لازم تعتذر للكابتن بيبو، وش كده على طول قدام الكاميرا، قول انا اسف يا كابتن بيبو. انا اسف يا كابتن بيبو. يا ده امام. تاني حاجه وليد سليمان كابتني ده. كابتنك صح؟ طبعا. انا اسف يا كابتن مين؟ لا انا اتاسفت قبل كده. هو لسه زعلان، هو قال لي اتاسفت قبل كده. معلش تاني. انا اسف يا كابتن وليد سليمان. جدع. انا اسف يا جمهور الاهلي. بسرعه. انا اسف يا جمهور الاهلي. سؤال بقى، الجمهور كله مستنيه، بعد ميت لاند هتروح فين؟ اصل انا عندي معلومات، سمعت ان امير توفيق مخلص. ده حقيقي؟ لا ما اعرفش والله يا ابن اللذين. والله ما اعرف. وشك بيكسر. ما اعرفش والله.